أسلحة فتاكة لا تذر من شيء أتت عليه إلا جعلته رمادا، صواريخ قريبة وبعيدة المدى وغيرها من الأسلحة العصرية المدمرة والمبيدة للبشر. أمام هذه الأسلحة والوسائل المتطورة والسريعة الإبادة، كيف سيواجه الإمام المهدي أعداءه الظالمين ذوي القدرة والقوى العظمى؟ يسخر الله تبارك وتعالى للإمام المهدي حين خروجه كل وسائل وإمكانات الغلبة والنصر. فمن زاوية طبيعية يمكن للإمام المهدي عجل الله فرجه أن يقاوم الأسلحة الفتاكة بأسلحة أشد فتكاً وأكثر دماراً. فما المانع أن يعلم الله عز وجل الإمام المهدي عليه السلام أن يصنع أسلحة مضادة لجميع الأسلحة التي تستعملها حكومات اليوم، فتكون أقوى تأثيراً وأسرع مفعولاً وأشد إبطالاً للمعدات الحربية التي تعتمد عليها الدول الكبرى في ذلك الوقت؟ هذا من زاوية مادية طبيعية. أما من زاوية الصعيد الديني والعقائدي، يقوم الإمام المهدي عجل الله فرجه بالقوة الإلهية التي لا تقاومها القوة البشرية مهما بلغت وتطورت، فيظهر وهو مزود بالمدد السماوي المظفر. ومن أهم أصناف هذا المدد نصره بالرعب وتأييده بالملائكة وتسخير مرافق الطبيعة له، كما سخرها الله تعالى لبعض الأنبياء من قبله. يتحدث الرسول صلى الله عليه وآله وسلم حول أحداث ليلة المعراج وينقل عن الله عز وجل: ولأسخرن له الرياح، ولأذللن له الرقاب الصعاب، ولأرقينه في الأسباب، ولأنصرنه بجندي، ولأمدنه بملائكتي حتى يعلن دعوتي. ولكن ليس هذا وحسب، إذ يجهز الله تبارك وتعالى الإمام المهدي بمواريث الأنبياء كعصا موسى عليه السلام وخاتم سليمان وتابوت السكينة، وتلك الأدوات تأتي بالعجب العجاب كما مر في قصص الأنبياء. ولكن هل سينتصر الإمام المهدي بالإمدادات الغيبية وقوى ما وراء الطبيعة فقط؟ كلا، فإن طريقه الجهاد وقتال الأعداء وإعداد العدد والعدة وخوض الحروب. عن المفضل بن عمرو قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام وقد ذكر القائم عليه السلام، فقلت: إني لا أرجو أن يكون أمره في سهولة. فقال: لا يكون ذلك حتى تمسح العلق والعرق.